السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف اول متوسط في ماده الدراسات الاجتماعيه نراجع درسنا السابق والذي كان بعنوان الحوار الوطني ونجيب على الاسئله التاليه السؤال الاول فسر ما يلي إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ما سبب إنشاء هذا المركز مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أحسنتم من أجل نشر ثقافة ماذا؟ رائعين من أجل نشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع السعودي التي تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته في مناقشة القضايا الوطنية. إذا السبب الرئيسي الذي أنشئ من أجله مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو من أجل أن تنشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع السعودي، وثقافة الحوار بدورها ماذا تفعل؟ أو ماذا ينتج عنها؟ تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع وجميع شرائحه ومؤسساته من أجل مناقشة القضايا الوطنية، إذا في هذا المركز تتم يتم مشاركة جميع فئات المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار من أجل مناقشة القضايا الوطنية، ولذلك سمي بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. السؤال الثاني. اذكر أهداف الحوار الوطني، نعلم أن المملكة العربية السعودية سعت إلى تعزيز الحوار الوطني بين فئات المجتمع وكافة شرائحه ومؤسساته، فمن أهداف أو اذكر أهداف الحوار الوطني، هناك العديد من الأهداف التي تتحقق أو تحققت بإيجاد هذه هذه الثقافة وهذه الوسيلة الفعالة للتواصل. منها احسنتم من اهداف الحوار الوطني تعزيز القيم الاسلاميه المبنيه على ماذا المبنيه على الوسطيه والاعتدال نعلم ان القيم والمبادئ الاسلاميه والتشريعات الاسلاميه التي جاءت في الكتاب وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي مبنيه وقائمه على ماذا احسنتم مبنيه وقائمه على الوسطيه والاعتدال والبعيده عن الغلو والتطرف الدين ينهى عن الغلو وعن التطرف يدعو الى الوسطيه والاعتدال فمن اهداف الحوار الوطني تعزيز هذه القيم الاسلاميه التي تدعو الى الوسطيه والاعتدال ايضا من اهداف الحوار الوطني احسنتم من اهداف الحوار الوطني ضبط الاختلافات وتعزيز التلاحم الوطني نعلم ان اختلاف الشخصيات واختلاف الاشكال والالوان واللهجات والالسن هي من نعم الله سبحانه وتعالى ان جعل بين الناس اختلاف من اجل ان يصبح هناك توازن في الحياه من الأهداف التي يسعى الحوار الوطني إلى تعزيزها هو ضبط هذه الاختلافات الاختلافات بشكل شتى أنواعها ومنها الاختلافات في الآراء وفي الثقافات فمن أهداف الحوار الوطني هو ضبط الاختلافات أن نكون بعيدين كل البعد عن التعصب للرأي أو التعصب بأي شكل من أشكاله وأيضا يعزز الحوار الوطني ماذا؟ يعزز لدينا اللحمة الوطنية أو التلاحم الوطني. أيضاً من أهداف الحوار الوطني إبراز المواقف الإيجابية، فمن خلال الحوار نعلم أن الحوار هو أو من أركان الحوار هو وجود أطراف الأطراف المتحاورون وموضوع محدد للحوار. فمن خلال الحوار تبرز لدينا المواقف الإيجابية التي بدورنا نعززها وندعمها. إذا من أهداف الحوار الوطني ماذا؟ أحسنتم إبراز المواقف الإيجابية ودعمها. أيضا من أهداف الحوار الوطني أحسنتم من أهداف الحوار الوطني تصحيح المواقف السلبية وأيضا معالجة الأخطاء. دائما نعلم أن من أهداف الحوار الابتعاد عن التعصب للرأي فمن أهداف الحوار هو أن نكتشف المواقف السلبية أو الأخطاء ونقوم بماذا؟ بمعالجتها بعيدين عن التعصب أو عن الإصرار في الخطأ فمن الأهداف التي يسعى المتحاورون ومركز الحوار الوطني إلى تحقيقها هي إبراز المواقف الإيجابية أيضاً تصحيح المواقف السلبية ومعالجة الأخطاء. إذن لدينا مجموعة من الأهداف التي يسعى الحوار الوطني بإيجاد الحوار الوطني إلى تحقيقها ومن أبرز وأهم هذه الأهداف ما ذكرناها تعزيز القيم الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف ضبط الاختلافات وتعزيز التلاحم الوطني إبراز المواقف الإيجابية ودعمها وأيضا تصحيح المواقف السلبيه ومعالجه الاخطاء. وسنكمل باذن الله تعالى درسنا الحوار الوطني ونقرا النشاط الاول بالرجوع لموقع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلع الطلبه على توصيات الحوارات التي عقدها المركز. نعلم ان آه آه أنه تم إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وكان بعنوان آه آه أو كان تحت شعار هناك من الشعارات لهذا المركز نقف صفا واحدا ضد كل ما يحاك لتفكيك لحمتنا الوطنية آه آه ما يطلب منكم أبنائي وبناتي هو الرجوع إلى موقع مركز الملك عبد العزيز للحوار والاطلاع على توصيات الحوارات التي عقدها هذا المركز من برامج المركز بعد أن عرفنا إنشاء هذا المركز وأهدافه هناك العديد من البرامج، برامج المركز التي قدمها المركز من مبادرات منها برنامج بيادر يسعى إلى ماذا أو ما الهدف من هذا البرنامج هو لتدريب الشباب على التطوع المجتمعي وتنمية قدراتهم، أيضا هناك برامج متعددة منها برنامج تلاحم ما الهدف من هذا البرنامج لتعزيز قيم الوحده الوطنيه وايضا الانتماء الوطني ومواجهه التطرف بتنظيم لقاءات وطنيه للشباب ايضا من برامج المركز برنامج جسور وماذا يسعى اليه او ماذا يحقق لنا هذا البرنامج؟ هو يسعى الى او يحقق التواصل والحوار الحضاري. اذا من برامج المركز، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، هناك برنامج بيادر هو لتدريب الشباب ولتشجيعهم على العمل التطوعي المجتمعي وايضا تنميه القدرات لديهم. ايضا من برامج المركز برنامج تلاحم ومن المسمى تلاحم اذا هو يدعو الى اللحمه الوطنيه وتعزيز قيم الوحده الوطنيه والانتماء الوطني والبعد عن التطرف بتنظيم لقاءات وطنيه لمن للشباب، إذا هنا هذه البرامج تستهدف الشباب من أجل تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، البعد عن الغلو والتطرف، البعد عن أو لتنوير فكر الشباب للوسطية ودعوتهم لتعزيز القيم الدينية الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال. ايضا من برامج المركز برنامج جسور وهو يمثل حلقه وصل بين فئات المجتمع ويختص في الحوار الحضاري. ليس هذا فحسب بل هناك ايضا العديد من البرامج منها برنامج تمكين. تمكين هو برنامج يعزز الحوارات الشبابيه. ايضا برنامج سفير. برنامج سفير للحوار الحضاري مع شباب من دول أخرى، إذاً هنا تمكين هو الحوارات الشبابية داخل المملكة العربية السعودية بينما برنامج سفير هو للحوار الحضاري مع شباب من دول أخرى، إذاً هو يمثل لنا أو هذه البرامج هي تعزز الحوار والتواصل الفعال بين أبناء المجتمع وبين فئاته بين الشباب وأيضا مع نفس الفئات من دول مختلفة. أيضا من برامج المركز مسابقة حواركم يهدف إلى ماذا؟ اكتشاف المواهب في الأعمال الفنية والأفلام القصيرة. إذا هناك العديد من البرامج التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منها كما ذكرنا برنامج بيادر وأيضا برنامج تلاحم، أيضا عندنا برنامج تمكين للحوارات الشبابية، برنامج سفير وهو للحوار بين مع الشباب من دول أخرى وأيضا حواركم يختص برنامج حواركم لاكتشاف المواهب الفنية، المواهب في الأعمال الفنية وايضا للافلام المواهب في التكوين او اعداد وانتاج الافلام القصيره. هنا شعارات بعض البرامج منها مشروع بيادر الذي تحدثنا عنه وهو من مشاريع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. ايضا هنا شعار لبرنامج تلاحم والى ماذا يهدف هذا البرنامج؟ احسنتم يدعو الى تعزيز قيم الوحده الوطنيه والانتماء الوطني اذا هو مشروع لتعزيز التلاحم الوطني ومواجهه التطرف والتعصب ونعلم ان التطرف والتعصب هي من من ابرز ما يفكك المجتمعات فلذلك هي تسعى الى نفي وابعاد هذه الافكار عن الشباب وعن المجتمع بتعزيز التلاحم الوطني ودور الوحده واللحمه الوطنيه في تعزيز وتماسك وقوه الدوله. ايضا يوجد ما لدينا او ما يسمى بالحوار الحضاري مع الشباب اليمني. هنا نشاهد لقاء برنامج سفير هي من برامج مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وهو يختص في الحوارات الحضارية إذا نشاهد لقاء برنامج سفير للحوار الحضاري مع الشباب اليمني الذين يدرسون في المملكة العربية السعودية وتم عقد هذا الاجتماع في عام 1437 هجريًا إذا الحوار مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني هو يعزز هذه الثقافة وهذا المبدأ الهام وهو وسيلة للتواصل الفعال بين فئات المجتمع أيضا بين فئات المجتمع و أيضا نفس الفئات من دول مختلفة هنا برنامج "سفير" يعقد لقاء وحوار حضاري مع أبناء الشعب اليمني الذين يدرسون في المملكة العربية السعودية ويعزز هذه اللغة أو لغة الحوار أو ثقافة الحوار وبذلك تحدثنا عن الحوار الوطني وكيف تم تعزيز الحوار الوطني وتحقيق اهدافه، تحدثنا ايضا عن مركز الملك عبد العزيز والبرامج التي يقدمها من اجل تحقيق الحوار الوطني الفعال بين جميع فئات المجتمع. ونجيب الان على اسئله الدرس وامامنا الان السؤال الاول. لماذا أنشئ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؟ تحدثنا عن هذا المركز ومتى أنشئ وما السبب الرئيسي لإنشاء هذا المركز؟ إذا لماذا أنشئ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؟ أحسنتم من أجل نشر ثقافة الحوار وذكرنا أنها ثقافة هامة هي تعزز من التلاحم الوطني، من تبادل الافكار، من ضبط الاختلافات، ايضا من تعزيز المواقف الايجابيه كما ذكرنا ودعمها وايضا تصحيح المواقف السلبيه، اذا مركز الملك عبد العزيز انشئ من اجل نشر ثقافه الحوار بين ابناء المجتمع السعودي التي تعزز جميع فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته في مناقشه ماذا؟ أحسنتم في مناقشة القضايا الوطنية. آه إذا بفضل الله تم تحقيق الأهداف الرئيسية لهذا المركز وتقديم العديد من البرامج التي عززت ثقافة الحوار والتي قوت وعززت التواصل بين فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته من أجل مناقشة القضايا الوطنية التي تعزز اللحمة الوطنية. ما ابرز برامج الحوار الوطني كان هناك العديد من برامج الحوار الوطني اذكر ما ابرز هذه البرامج منها احسنتم برنامج بيادر لتدريب الشباب على التطوع المجتمعي وايضا يهدف هذا البرنامج الى ماذا احسنتم الى تنميه قدرات الشباب ايضا من برامج الحوار الوطني ماذا احسنتم برنامج تلاحم لتعزيز قيم الوحدة الوطنية، هي التي تدعو إلى الإنتماء الوطني والبعد عن التطرف وعن التعصب، أيضا من برامج الحوار الوطني، أحسنتم رائعين، من برامج الحوار الوطني برنامج جسور للتواصل والحوار، أيضا من البرامج رائعين برنامج تمكين للحوارات الشبابيه ايضا لدينا برنامج سفير وهو الذي يعزز الحوار بين الشباب مع دول اخرى وايضا تحدثنا عن اللقاء الحضاري او الحوار الحضاري اليمني للشباب او للطلاب الدارسين في المملكه العربيه السعوديه من ابناء اليمن والذي عقد في عام 1437 هجريا كنموذج من نماذج هذه البرامج التي تعزز الحوار الوطني وتعزز ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع وبين فئات الشباب على مختلف مستوياتهم مع شباب الوطن السعودي مع دول أخرى ماذا تعني لك عبارة مجتمع متحاور لوطن متلاحم ماذا تعني هذه العبارة؟ هي عبارة لها عمق ولها الكثير من القيم والأهداف التي تعززها فماذا تعني لك هذه العبارة؟ أحسنتم رائعين أن نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع ما سيؤدي إلى ماذا؟ أحسنتم يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش والتلاحم وهذه من أهم أسباب اللحمة والقوة والاتحاد هو أن يكون هناك ثقة لغة حوار وتواصل فعال بين أبناء المجتمع لأن ذلك يعزز الوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع وأيضا يعزز لدينا التلاحم اللحمة الوطنية والتعايش بين المجتمعات باختلافها ايضا يعزز لدينا او يضبط لدينا الاختلافات الموجوده والابتعاد عن التعصب او التطرف او الغلو في اي في اي امر كان، اذا الحوار هو ثقافه هامه جدا هي التي تعزز لدينا اللحمه الوطنيه كلما كان الانسان متمسكا بآداب الحوار، يعي اهداف الحوار وما يحقق او ما يتحقق من الحوار الناجح. في حال دعوتك للمشاركة في لقاء الحوار الوطني عن الوحدة الوطنية، ما الموضوعات المناسبة للمناقشة في هذا اللقاء؟ ذكرنا أن الحوار الوطني هو يشمل القضايا، هو الحوار والنقاش في القضايا الوطنية، فما هي الموضوعات التي تطرح قد تطرح في هذه اللقاءات وتكون مناسبه للنقاش في هذه اللقاءات منها احسنتم تعزيز قيم الاسلام الوسطي والمعتدل نعلم ان ديننا الاسلامي هو دين الوسطيه والاعتدال فنعزز هذه القيم ايضا من الموضوعات المناسبه للنقاش في هذا اللقاء موضوعات عامه مهمه لجميع فئات المجتمع مثل رائعين مثل التعليم والصحة هي من القضايا الوطنية التي تناقش بين أبناء المجتمع وشرائحه ومؤسساته أيضا قضايا الشباب والعمل أيضا من الموضوعات المناسبة للنقاش في لقاء الوحدة الوطنية تعزيز التلاحم الوطني إذا هذه من الموضوعات المناسبة للنقاش في لقاء الحوار الوطني او من الموضوعات التي تناقش كحوارات وطنيه تعزيز القيم الاسلاميه تعليم الصحه قضايا الشباب والعمل ايضا تعزيز التلاحم الوطني اذكر نماذج من برامج الملك عبد العزيز للحوار الوطني كان هناك العديد من البرامج التي طرحها وفعلها برنامج مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني منها أحسنتم برنامج سفير وهو لا يدعو إلى الحوار الحضاري مع دول أخرى أيضا برنامج حواركم لاكتشاف المواهب في الأعمال الفنية والأفلام القصيرة وأشكركم في نهاية درسنا أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف أو المتوسط على حسن إصغائكم وتفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته